من ضمن الأسئلة، أنا عملت عملية الأنف واستخدام غضاريف الأنف والحاجز الأنفي من 11 يوم والتنفس طبيعي، ولكن يوجد مخاط متيبس كثير يعني خشن وناشف، ولا أعرف كيف أخرجه. ممكن المساعدة في طريقة إخراجه من دون أن أضر بيه العملية؟ نصيحتي إن احنا نبقى في بخاخة، أو بيبقى في حاجة نقدر إن احنا نمسح بيها تكون الدنيا بالنسبة لك واضحة. فممكن احنا نستخدم إيه؟ ممكن احنا نستخدم ونقل على سبيل المثال فيسيومير، اللي هو ماء البحر اللي هو المعبأ، مش مية بحر، محدش يجيب مية بحر ويضرب، لا أنا أقصد مية بحر معبأة اللي هي فيسيومير، أو الحاجات اللي هي بتكون ماء طبي، أو إن احنا نجيب ميه دافيه، مش دافيه سخنه، دافيه هاديه بالراحه مش سخنه عشان ما بوظش، وبجيب سرنجه بفصل الجزء الخاص بالنيدلز او الابره، وباخد السرنجه اروح ساحب شويه ميه دافيين وراح بالراحه كده تك تك تك. مع الوقت واحده واحده تلاحظ ان المخاط بدا ان هو ينزل، ولكن برفق شديد بالراحه. الحاجات دي تبقى لابسين مثلا زي مرياله او حاجه هنا نحطها، وابقى بالراحه كده اعمل كده وتك، واستنى واعمل كده شويه وتيك واعمل كده شويه، بحيث ان الدنيا ان شاء الله تكون بالنسبه لك كويسه. وتابع مع الطبيب علشان يروح برضك يخرجها بالمنظار، والف سلامه عليك وبالشفاء ان شاء الله.